أهلا بكم مشاهدينا الكرام في متابعتنا الخاصة لثورة تشرين ضد الأحزاب الفاسدة في العراق، حيث يواصل المنتفضون تظاهراتهم وإضرابهم واعتصامهم في الطرقات والساحات والميادين حتى تحقيق مطالبهم، على الرغم من القمع والتضييق الحكومي وحملات الاعتقال التي تشنها القوات الحكومية على الناشطين وكل من يقوم بتقديم أي دعم للمتظاهرين. نرحب بضيفنا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي الدكتور رافع الفلاحي، مرحبا بك دكتور رافع. حياكم الله. مرحبا دكتور سمير. وسينضم معنا لاحقا من ساحة التحرير ببغداد الناشطة المدنية ذكرى عبد الصاحب. إذا مشاهدينا الكرام نتابع سويا هذا التقرير. إذن مشاهدينا الكرام أهلا بكم مرة أخرى في هذه التغطية الخاصة بثورة تشرين ضد الأحزاب الفاسدة. أبدأ معك دكتور رافع الفلاحي. دوامة القتل مستمرة رغم تسويق الحكومة في بغداد لعدم استخدام العنف، ولكن أعداد الشهداء في تزايد وأعداد الجرحى أيضا في تزايد، كيف تعلق على ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هذا الحقيقة هذا ما صمموا عليه من أول يوم. من أول يوم واجهوا المتظاهرين بالقتل وبالتنكيل والاعتقالات والتشكيك وبوصفهم بصفات غريبة عجيبة لا تمت لا الأخلاق ولا الإنسانية ولا العراقية بشيء حقيقة، وهذا ليس بغريب عليهم. قبل يومين كانوا يجتمعون قادة الكتل، ما يسمون نفسهم قادة كتل سياسية، قادة يعني زعماء الكتل السياسية في العملية السياسية، عندما اجتمعوا في بيت عمار الحكيم اجتمعوا وصدروا وثيقة سموها وثيقة الشرف. ضمن بنود وثيقة الشرف انه يعني لا يجوز التعرض للمتظاهرين ولا يجوز الكذا، والكل وقعوا عليها في نفس الليلة. كانوا يتعرضون للمتظاهرين يعني وهم يعني موجودين بالاجتماع، كان التعرض مستمر، وبعد ان أصدروا هذه الوثيقة بساعات التعرض كان أيضا مستمر، وسقطوا كثير من الشهداء وكثير من الجرحى، والعملية مستمرة. هم لديهم قرار من البداية، إما أن يستطيعوا أن يتحايلوا ويظللوا التظاهرات، وهذه يعني ثبت أنه غير قادرين عليها نهائيا، وهذه التظاهرات ثابتة والشباب ثابت وفكرة ثابت والتوجهات ثابتة وهدف هدفه واضح، فلن يستطيعوا عليها. وإما أن يذهبوا إلى الحل العسكري، وهذا الحل العسكري هم مستمرين به الحقيقة. يعني بين يوم وآخر تزداد وتيرة تعرضهم على المتظاهرين، قيل تزداد هذا الكر والفر مستمر، ولديهم قرار بتصفية هذه التظاهرات حتى ولو بالقوة، هذا قرارهم. لماذا هذه التظاهرات بالذات؟ لماذا تستمر الحكومة باستهداف المتظاهرين بإطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع التي اتضح فيما بعد أنها غير مطابقة للمعايير المطلوبة؟ حتى لو كانت مطابقة يعني أنا هذا ربما حتى التعامل مع المتظاهرين. نعم دكتور سمير، أنا قضية أنه قنابل هاي مطابقة للمعايير غير مطابقة للمعايير، هي قنابل في الأول والأخير. هذه وزنها أكثر، هذه تقتل أكثر، هذه تقتل أقل، هي بالتالي لا تعبر عن 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 شعاراتهم بالديمقراطية والحرية وحق التظاهر وحق حق يعني التعبير عن الرأي. هذه لا يعني هم يواجهوها بهذا، ويواجهوها بالرصاص الحي، وهذه التظاهرات تهز عروشهم. هذه القضية الآن تظاهرات شعاراتها أن تسقطهم، وهذا الشعار المرفوع لو إحنا لو أنتم، هذه هذا يعني انتهت، حسم القضية أنه لو الشعب لو هذه الحكومة الفاسدة في العملية السياسية والعملية السياسية. من يحكم العراق الآن ألا يمتلكون القيم التي تقول بأن الدم العراقي أغلى من كل شيء؟ لو يمتلكون القيم ما جاءوا مع الاحتلال بهذه الطريقة، لو يمتلكون القيم ما سرقوا العراق، ما نهبوا، ما قتلوا. 17 سنة هم يقتلون ويمزقون المجتمع بالطائفية والخراب والتضليل والادعاءات الفارغة. لو كانت لديهم قيم ما جعلوا العراق مطية لإيران، لما جعلوا العصابات تصول وتجول وتحكم العراق، ما لو كانت لديهم قيم ما جعلوا الشعب العراقي يجوع بهذا الشكل، أكثر من 10 ملايين يأكلون من المزابل.
ما جعلوا الشعب العراقي يمرض بهذه الطريقة، ما جعلوا شعب العراق يذهب إلى الأمية بهذه الطريقة وبهذه الأعداد، ما أغلقوا معامل العراق وباعوها قطع تفصيخ إلى إيران وغيرها وسرقت، ما جعلوا العراق دولة مستهلكة، ما سرقوا أموال العراق، ما وقفوا التنمية، ما وقفوا البناء. لو كانت لديهم قيم، ليس لديهم أي قيم، فالدم العراقي أرخص ما يمكن لديهم، وتعاملهم واضح جدا جدا، وما تحدث به الفياض فالح الفياض قبل يومين واضح، يعني يوم أمس واضح كيف ينظرون. الفياض يقول يعني أنه لا يجب تحميل المتظاهرين أي تغييرات ضمن أجندات الأحزاب، يعني هل المتظاهرون ملزمون بأن يوافقوا أيضا، يعني مرغمين على أجندات أو تغييرات تضعها الأحزاب في العراق؟ لا دكتور سمير، هذا الرجل ويعبر عنها لب هذا النظام، عقل وتفكير ورؤية هذا النظام، هو يسمونه يعني أعلى هرم الإدارة الأمنية هكذا، فهو بالتالي هو ميليشياوي، هو مسؤول حشد، هو عن الأمن الوطني، هو مسؤول الأمن الوطني، وكل هذه وهو ممثل الحكومة ويمثل العملية السياسية برمتها. فكره فكر كسيح ورؤية كسيحة للشعب، يعني ينظر إلى الشعب رؤية قاصرة، رؤية قبيحة ومعيبة. ينظر إلى الشباب، هذا الشباب الرائع، يقول هم أعمارهم بين 15 و 25 ما يعرفون يسوون جملتين، ينظر إليهم يعني برؤية ناقصة، رؤية دونية. ينظر إلى هذا الشباب اللي عمره 15 إلى 25، ذول بيناتهم المهندسين والأطباء والخريجين وحتى الكسب وحتى الأميين، لكنهم أهل العراق، ذولا أهل شعبك. إذا كنت أنت عراقي، ذولا شعبك العراقي وأنت مسؤول عنهم، ذولا خيرة الناس، خيرة شعوب الأرض. نعم، هذا مضيفة عن يعني مو تفضيل على شعوب العالم، لكن هذه حقيقة كل تعترف بها. ذولا خيرة شعوب الأرض، يعرفون كيف يفكرون، ذولا اللي وجدوا الحياة، حولوا كل هذه التظاهرات إلى صيغة من صيغ الحياة. هذول ما لا يمكن اعتبارهم. هذه ساحة التحرير اللي انتم 17 سنة حولتوها إلى، وهذه النفق وغيرها حولتوها إلى مزبلة، حولوها إلى جنة في أيام قليلة، حولوها إلى حديقة جميلة مع التظاهرات، مع القنابل المسيلة للدموع، مع القتلى، مع كل التضحيات، مع الشهداء، مع دم الشهداء، لكن هم مع الدموع والآهات والأحزان وهم نايمين بالشوارع، حولوا إلى كل شيء إلى ما يشبه نموذج لوطن مطلوب. ذولا تكلم عليهم بهذه الطريقة وتريدهم يتراجعون، وتعاملهم بطريقة أنت عقلك كسيح وأنت لا تعرف كم الجملتين، ومع الأسف أنت تحكم العراق أنت والأمثالك وهي عمليتك السياسية. وذولا الشباب كل قطرة دم من عندهم تسوى كل هاي العملية السياسية، والعملية السياسية لا يمكن أن تصل إلى مستوى أنت والعملية السياسية وكل هاي العقول الكسيحة اللي مملوءة خيانة ومملوءة إجرام ومملوءة يعني مملوءة رذيلة. نعم، اسمح لي دكتور رفاء، أرحب بالناشطة المدنية ذكرى عبد الصاحب. مرحبا بك سيد ذكرى عبد الصاحب. مرحبا، وأنتم في ساحة التحرير. سيد ذكرى عبد الصاحب الناشطة المدنية، استشهاد 3 متظاهرين اليوم وإصابة العشرات بقنابل الغاز التي تطلق من قبل القوات الحكومية، هل لك أن تصف لنا ماذا حدث اليوم؟ رحم الله شهداءنا جميعا في ساحات القتال في جميع محافظات العراق. حقيقة يبدو أن حكومة سراق، حكومة الطومة الفاسدة التي تجمعت من خارج طبيعة المجتمع العراقي، وهي أما تتغابى أو هي غبية ولا تريد أن تعترف بطبيعة الإنسان العراقي وطبيعة إصراره وكيفية حصوله على مآربه واستحقاقاته. حقيقة الإنسان العراقي إنسان عتيد عنيد قوي لا يقبل أن يلوى ذراعه، وكلما يحاول الآخر ضغط أو لوي ذراعه سينتفض أكثر ويتعنت أكثر. فهذه الحكومة يبدو أنها تتغاضى عن هذه الطبيعة، وتكرس كل قوتها في ضرب شبابنا العزل.
حقيقة يوم أمس يوم كان عصيب إضافة لبقية الأيام الأخرى، تضاف من قبل شبابنا بطولات كبيرة وكثيرة ورائعة ووقت شرف من قبلهم بأجسادهم العارية وهم يتلقفون قنابل المسيلات الغير طبيعية التي صنعت في بيوت حقيقة، والمصانع صنعت في بيوت وفي أماكن مشبوهة وموبوءة لا نعرف ماذا يجمعون فيها لكي يوجهوها إلى صدور أبنائنا، وهذا دليل على حقدهم وعلى فراغهم وعلى خسرانهم قضيتهم وأيضا خسرانهم مناصبهم والمأرب الذي جاءوا من أجله. نعم. كيف تعاملت القوات الأمنية مع المتظاهرين؟ هل لا زالت بنفس القسوة ونفس الاعتداءات ونفس الانتهاكات التي ترتكب كل يوم؟ نعم، ما زالت الحكومة تدب سمومها على المواطن بل وربما أكثر، حين يمسكون أحد الناشطين يشبعوها ضربا، بحيث يعني لو لا أدري يعني ماذا أصدق هذا الضرب القاسي، لو كان أعدى الأعداء ما أعتقد ينضرب بهالشكل هذا، فكيف أنتوا ابن بلدكم؟ يعني أنا أستغرب. طيب. هذه القسوة وهذه نعم. ابقي معنا سيدة ذكرى عبد الصاحب. دكتور رافع، يعني الحكومة تتغابى ولا تعرف أن تتعامل مع إصرار المواطن العراقي الذي يريد أن يحقق ويحصل على أهدافه ويحقق طموحه بكل ما يملك من قوة. يعني هل ستستمر هذه الاعتداءات من قبل الحكومة رغم كل ما تجد من صلابة وصلادة لدى المتظاهرين؟ دكتور سمير، يعني أنا مفتهم يعني كلمة التغابة، هي غبية. من يتغابى هو لديه عقل ويحاول أن لا يستخدم هذا العقل، لكن من لا عقل له هذا غير شكل، وهؤلاء لا عقل لهم حقيقة، هم مجرد أجراء منفذين لأجندات خارجية ليس أكثر حقيقة. أما هاي فلسفتهم وتنظيرهم بالاجتماعات وعبر قنواتهم التلفزيونية وعبر وسائل الإعلام مالتهم، هذا تنظير فارغ ليس له قيمة. وانظر ماذا تحدث به فالح الفياض يوم أمس، تنظير لا يمكن قبوله، لا يمكن هضمه، لا يمكن الاستماع إليه. تحس وأنت يعني يصيبك إحساس من الاشمئزاز وأنت تستمع إليه. هل هو استخفاف بالمتظاهرين؟ هم مستخفين بالشعب. هذا استخفاف بالشعب عندما يسرقون الشعب بهذه الطريقة، عندما يضعون مشاريع وهمية، يتحدثون عن الديمقراطية ويمارسون أقصى أنواع الاستبداد، هذا ماذا تسميه؟ عندما يتحدثون عن الحرية ويقمعون الشعب بهذه الطريقة ماذا تسميه؟ عندما يتحدثون عن الازدهار ويشيعون الفكر الطائفي والتخريبي والتدميري، عندما يتحدثون عن محاربة الإرهاب ويمارسون إرهاب من كل أنواعه، إرهاب الدولة يمارسونه بميليشياتهم وعصاباتهم، عندما يتحدثون عن الأمن واستتباب الأمن ويطلع رئيس الوزراء يناشد ما أعرف منه، يناشد المعرف الشياطينة، يناشد شياطينة لإطلاق سراح مدير عام بالداخلية يعتقلوه بالشارع ولا يعرف من هذا المدير العام، يعني كيف اعتقل، ما يعرف من الذي اعتقله. عندما تعتقل البنات والشباب الحلوين من الشوارع بهذه الطريقة الفجة ومارسون عليهم، عندما يقف قاتل يعني يلبس الملابس العسكرية أمام شاب صغير ويقتل عين بعين بعد مترين، أو واحد يرقص على الساتر اللي سووه على جسر على شاطئ دجلة، تحدي القوات الأمنية والميليشيات. نعم. يطلقوا عليه الرصاص بهذه الطريقة. نعم. عنده والقائد العام للقوات المسلحة اللي عنده 17 جهاز أمن ويتحدث عن حرية وحماية المتظاهرين يتصرف بهذا الشكل، هذا ماذا تسميه؟ هل لديه عقل ويتغابى؟ لا، هذا ليس له عقل، هذا مجرد آلة ينفذ أوامر للقتل والتدمير والتخريب. هم لا، ليس لهم أي رؤية احترام للشعب أبداً، لو كانوا يحترمون الشعب لما تصرفوا بهذا كما الشكل. كما تعلم دكتور، هذه التظاهرات لم تكن هي التظاهرات الأولى، سبقتها الكثير من التظاهرات والاعتصامات، سواء كانوا من الكفاءات العلمية أساتذة الجامعات أو المعلمين والأطباء المحامين، ولكن كلها طبعا كانت تطالب بحقوق، ولكن لم تجد من قبل الحكومة آذانا صاغية، فولدت
يعني ما يحصل الآن من هذه التظاهرات هو يراه البعض أنها نتيجة، يعني هناك أسباب سبقت هذه التظاهرات. نعم هي تراكمات. نعم تراكمات. يعني يعني ألا تدرك الحكومة يعني خطورة أن تقوم بمحاربة من يريد بناء الوطن؟ كما تفضلتم ساحة التحرير كانت أنموذجا لوطن صغير، اهتموا بالتنظيف واهتموا بالطلاء واهتموا كذلك بالتزيين، فأظهروا صورة للعالم بأننا لدينا القدرة على أن نبني عراقا كما بنينا هذا الأنموذج. يعني الآن ألا ترى أن الحكومة أمام تحدي كبير، هي كيف تستطيع أن تقنع العالم بأن هؤلاء المتظاهرون هم على خطأ وهي الأصح من خلال حديثها عن التغييرات والإصلاحات التي تتحدث عنها الآن؟ هم ليس أمامهم هذا التحدي، هم لديهم تحدي بالحياة بالبقاء على كراسي الحكم، هذا التحدي اللي يقاتلون من أجل الحقيقة، هذا التحدي. أما تحدي البناء وتحدي بناء نموذج يعني يحترم المواطن العراقي، نموذج وطني، هذا مو بالهم ولا بتخطيطهم ولا موجود في مشروعهم. 17 سنة كانت كافية لتتضح الصورة للجميع، يعني للقاصي والداني اتضحت الصورة. الآن هذول مجموعة مكلفة بتخريب العراق وتدمير العراق، وهذا الشعب عرفه، لذلك خرجوا عليهم الشباب بهذه الطريقة. كانوا يبثون الفكر الطائفي، الفكر التخريبي، التدمير، كانوا يريدون انكسار العراق، والعراق فعلا قد وصل إلى مرحلة الانكسار. وهؤلاء الشباب، وقلتها وأقولها مرة أخرى وقالها غيري، هؤلاء الشباب أخرجوا العراق من قبره، من القبر. الآن أخرجوا العراق من القبر ويعني أوقفوه على قدميه، هذه الحقيقة. الآن هؤلاء لا يحتاج أحد من عندهم أن يسنون قوانين، هؤلاء كلهم مشتركين وهم كلهم أدوات للتخريب، للتدمير، للسرقة، للفساد. لا يمكن أن يصلحوا البلد. هل يمكن لأداة للتهديم أن تكون أداة للبناء؟ لا يمكن. هؤلاء هم يعني عندما يطالبون بالإصلاح، هل يمكن للأحزاب الفاسدة أن تصلح نفسها؟ أن تصدر قوانين تدمر نفسها بها؟ ما هو إصلاح الحال تدمير لنفسهم، تدمير لهذه الأحزاب، تدمير لهذه القوى التي تحكم العراق. لا يستطيعون الحقيقة. هذا قضية هم يراهنون على الوقت، كسب الوقت ليس أكثر، لغرض إيجاد فرصة للنيل من المتظاهرين، للقضاء على المتظاهرين. هذه كل القضية من أولها لآخرها. لا يمكن هذه راح نسن قوانين ما أعرف منه، نسوي لكم قانون الانتخابات جديد. لا أحد يحتاج هذه القضية. المتظاهرين حسموا الموضوع، قالوا إنه لا نحتاج منهم شيء، نحن أولى بأن نسن قوانين الانتخابات، نسن يعني نصمم عملية سياسية وطنية في العراق، نضع دستورا للعراق، نرسم سياسات العراق، نرسم توجهاته، ما نحتاج منهم شيء ليخرجوا. هذه القضية هم يعرفونها لكن يتغاضون عنها، ويعتقدون أن اليد التي تبطش بيدهم هذه اليد الأمنية واليد العسكرية واليد الميليشياوية قادرة أن تخلصهم من هذا المأزق. وهذا وهم كبير، لن يستطيعوا الخلاص من هذا المأزق. هذا مأزق وجود، حياة أو وجود. هذا هؤلاء الشباب الذين خرجوا يعرفون أن قضيتهم قضية موت أو حياة، وحياة ليس لهم فقط، هذا حياة للعراق والأجيال القادمة كلها. هذه هي القضية. اسمح لي انتقل للأستاذ ذكرى عبد الصاحب. أستاذ ذكرى، يعني أنباء عن انتشار القوات الحكومية أو تطويق القوات الحكومية لجسر السنك وجسر الأحرار، ما الخطة التي تريد القوات الحكومية تنفيذها من خلال تطويق هذين الجسرين أو هاتين المنطقتين؟ حقيقة القوات الأمنية تلعب لعبة الفر والفر مع المتظاهرين الشباب، يعني تحاول أن تدفعهم مرة ومرة أخرى هم يندفعون، بحيث يحاولون يسحبون الشباب لأقرب نقطة لهم للحضراء أو لمناطقهم المتواجدين فيها في الشخ، في سبيل الإيقاع في أكبر عدد من الضحايا في هؤلاء الشباب. فهذه خطتهم لا أكثر، ما عندهم أي شيء يعني ينفذوه، مجرد أنه يريدون يأخذون خسائر أكثر من الشعب حتى يجبرهم أن يتراجعون. والشعب تعرف مثل ما قلنا لحضرتك أنه الشعب
يعني مصر على يعني مصر على هدفه، مصر على طلباته، انه لا يتراجع لحد اخر نفس من العراقيين لو تطلب هذا، انه لا يتراجع حتى زوال الحكومه بشكل كامل. سيد ذكرى، ماذا عن الحديث عن تغييرات ربما تحصل واصلاحات تحدث عنها فالح الفياض؟ يعني كيف كانت رده فعل المتظاهرين في ساحات التظاهر حول هذا الامر؟ اعتقد قلناها سابقا انه وكل الشعب قالها، ليست نحن فقط وانما كل الشعب قال لا نريد اشياء ترقيعيه او قرارات ترقيعيه، لان الحكومه اولا وقبل كل شيء حكومه الزمره الفاسده، هذه ليست حكومه. عندما نقول حكومه نقول حكومه الزمره الفاسده، لانه لا تمثل الشعب. الحكومه عندما تمثل الشعب تسمى حكومه البلد. نعم، فهؤلاء يحاولون ان يرقعون في ادواتهم في سبيل البقاء مده اطول، وهم كاذبون وصادقون في وعودهم. يحاولون ان يعني يلعبون على وتر حساس، يتصورون ان العراقي عندما يؤخذ منه حق سيتنازل وسيتعاطف معهم لاحقا وسيتاجروه. لا، هذا صعب جدا، صعب على العراقي، لان الانسان العراقي لا ينسى جرحه ابدا. وما سببته هذه الحكومه جروح عميقه طيب. جدا. طيب سيد ذكرى، هل لا زال توافد المتظاهرين الى ساحات التظاهر بنفس الزخم رغم هذا القمع وهذا القتل واستخدام قنابل الغاز القاتله من قبل القوات الامنيه؟ اخي الكريم، اقول لك اليوم بالذات الزخم التظاهرات اكثر من كل يوم وحتى من اول يوم. السبب انه الحكومه تحاول ان تستخف المواطن او تحاول ان تراوغ مع بعض الشخصيات داخل. نعم سيد ذكرى، فقدنا الاتصال ربما بالست ذكرى عبد الصاحب. دكتور رافع، يعني تحدثت ذكرى عن موضوع أن المتظاهرين الآن مصرون ساحات التظاهر يتوافد إليها المتظاهرون أكثر من السابق، وكل يوم هو أكثر من الذي قبله. هذا الإصرار وهذا التحمس، هناك ميليشيات موجودة مدعومة من قبل إيران، هل تتوقع أن يكون هناك صدام مع المتظاهرين من قبل هذه الميليشيات بشكل مباشر أكثر؟ دكتور سمير، اللي يقوم بثورة، عند الشباب يخرج بثورة لتغيير الحال مثل هذه الثورة المباركة اللي قام بها الشباب، يعرف أنه سيقدم تضحيات، يعرف أنه سيواجه مخاطر كبيرة. يعني عندما خرج هؤلاء الشباب، يعني صدق لم يكن بذهنهم أنهم سيواجهون قوى المنطقة الخضراء فقط، لا. يعني من يعتقد أنهم كانوا يواجهون يعتقدون أنهم كانوا سيواجهون المنطقة الخضراء فقط وقواها الأمنية، هذا وهم. كانوا يعرفون من أول لحظة أنهم سيواجهون إيران، سيواجهون أمريكا، وسيواجهون كل القوى التي تدعم العملية السياسية. من يدعم العملية السياسية سيقف مع هؤلاء، مع هذه الزمرة الفاسدة المخربة للعراق التي لديها مشروع تخريب العراق ضد المتظاهرين. من البداية كانوا يعرفون، لذلك كانوا يعرفون أنهم سيقدمون تضحيات كبيرة. الآن بعد مرور أكثر من 50 يوم 60 يوم، على يعني من 1 تشرين الأول لغاية اليوم، الآن يعني أكثر من 50 يوم مرت على التظاهرة. التظاهرة يعني ثبتت أقدامها، مساحتها توسعت وتعمقت، الرؤية والقناعات بها محليا واقليميا ودوليا بدات تتسع. محليا القناعه ثابته الان بها، الشعب عانى 17 سنه يعاني من القهر، من الفقر، من الاذلال، من ضياع الهيبه، من ضياع الهويه، من كل شيء، فاقد لكل شيء. وهؤلاء يعني الفاقدين الشرف وفاقدين القيم يحدثونه عن وثيقه شرف وهم يعني فاقد الشيء لا يعطيها. والشعب يعرف من ليس لك الثقة به كيف يمكن أن تثق به ليعطيك وعود بإصلاحات بقانون؟ كان لا يمكن. هناك وعود قديمة 100 يوم أعطاها هذه كثيرة وكثيرة يعني، وحتى
حتى في قضية المواثيق التي وقعوها من عام 2000 نهاية 2005 و2005 2006 بالجامعة العربية، لم يوقعوا مع القوى المناهضة للعملية السياسية والاحتلال، وقعوا مواثيق وقالوا انه احنا سننفذها وبيها تغيير للدستور كامل، مراجعة الدستور كامل وتغييره، فيه تغيير العملية السياسية في رؤية غير شكل تماما. ما الذي حصل؟ ما الذي نفذوا منه؟ لم ينفذوا أي شيء منها. هو وثيقة مكة بعام 2006 لحفظ دماء العراقيين، وماذا فعلوا بعدها؟ كيف قتلوا الناس وذبحوا الناس؟ هذه قضية. هم لديهم منهج تخريبي، منهج طائفي، منهج تدميري للعراق، وهؤلاء الشباب خرجوا يعني عابرين للطائفية، عابرين للهويات الفرعية الصغيرة، يحملون هوية جامعة عراقية، عراقي فقط، لا يتحدث لا بسنة ولا بشيعة ولا بعربي ولا بكردي، عراقي فقط. وهذا شيء يعني أدهشهم، أدهش هذه الحكومة وأدهش كل القائمين عليه وأدهش إيران. لذلك إيران من أول يوم خامنئي طلع اللي ما له علاقة قال إنه على 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 الخيرين أو على الحريصين على العراق ولبنان أن يتحركوا فورا لقمع هذا الشغب. ربما شغب، ربما كان يعرف أو يتوقع بأن هذه التظاهرات سوف تنتقل إلى إيران، وانتقلت فعلا. إيران يعني ربما يعني ما أدري إذا انتقلت هي من العراق أو لا، إيران مليانة مشاكل. إيران بها من المشاكل ما يكفي لأن تتفجر. إيران مثل القنبلة الموقوتة. إيران لديها حقوق لأقليات وقوميات منتهكة بشكل كبير. إيران لديها اقتصاد منهك، لديها مشاكل اجتماعية، لديها مشاكل سياسية، مشاكل اقتصادية كبيرة. إيران تتفجر، انتظار تفجر إيران في أي لحظة. يعني حتى إذا استطاعوا أن يقمعوا هذه التظاهرات الآن ستتفجر مرة أخرى وقريبا. إيران لديها مشاكل كبيرة جدا جدا. هذه الدولة دولة كرتونية، يعني نمر من ورق هذه، لكن يريدون تضخيمها علينا، وهي تستخدم الميليشيات وتضخيم. هاي حقيقة. وإيران ماضية، سواء انتقلت لها العدوى من العراق أو لم تنتقل، هذه القضية أنا لا أفكر بها، لكن أفكر في الداخل الإيراني. إيران نمر من ورق، ستتفجر من الداخل، وهناك مشاكل كبيرة، مشاكل كبيرة جدا جدا، وهناك طبقة متسلطة على الناس أثرت، والناس ازدادوا فقرا. الناس اللي يعيشون يعيشون تحت الأرض في إيران عشرات الملايين. في طهران الناس تعيش تحت الأرض، فقر مدقع. نعم. إذن ابقى معنا دكتور سعود لك مرة أخرى. ست ذكرى عبد الصاحب عادت إلينا مرة أخرى. هناك أساليب وممارسات تستخدمها القوات الأمنية وكذلك الميليشيات عن طريق خطف الناشطين. ماذا عن هذا الأمر ست ذكرى؟ حقيقة الحكومة متمثلة بقوات الشغب اللي تابعة لهم، هؤلاء يعني تعددت الطرق وأساليب محاربة المتظاهرين والاستخفاف بهم وبقضيتهم. فإضافة إلى الضرب والكر والفر، ومن خلال هذا الكر والفر ربما يستفردون بكم نفر من المتظاهرين يأخذوهم، إضافة لهذا بدأوا ينزلون أشخاص ترتدي زي المدني ما بين المتظاهرين، أما من الميليشيات أو من الحكومة نفسها كحرس وطني وغيرهم، هؤلاء يدخلون ما بينهم أكثر من شخص، يخطفون شخص من بين الناس ويطلعون يأخذوا ويروحوا. نعم. فهذه أساليب قمعية، أساليب نقول عليها يعني شلون، حرب شوارع، حرب عصابات. نعم. كان آخر الناشطين هو أحمد باكر البقلي. هذا التخويف للناشطين يعني ربما سيستمر، يعني هذه الممارسات باستمرارها لن توقف زخم هذه التظاهرات. عفوا أنا من كثر مسيلات الدموع صدري أبيني كثير. نعم. نعم. أعود عليك السؤال، يعني هذه الممارسات وعمليات الخطف لن توقف زخم هذه التظاهرات؟ نعم. لا أبدا بالتأكيد. نعم. ألف سلام عليك يا سيد ذكرى. كلما نفقد شخص. نعم. شكرا. نعم. كلما نفقد شخص عزيز علينا، كلما يزداد إصرارنا على التحدي والتقدم والنصر أكثر، لأنه كلما نفقد
نعم خذي نفسك سيد دكتورة. نعم سنعود إليك مرة أخرى. نعم نعم سلامتك إن شاء الله دكتور. يعني ماذا عن من يحاول حرف هذه التظاهرات عن مسارها أو إظهار من يعني إظهار أشياء أخرى يريدون من خلالها حرف هذه التظاهرات عن مسارها أو إلفات النظر إلى أهداف أخرى؟ يعني أشكرك لأن هذا السؤال مهم الحقيقة ومهم لساحة التحرير وكل ساحات التحرير. مهم جدا هذا الموضوع. هذه الحكومة من البداية لديها تصور أيضا، القوى القائمة على هذه العملية السياسية لديها تصور في مواجهة هذا الشعب، إما أن تواجهه بالسلاح مثل ما فعلت وأسقطت لحد الآن أكثر من 600 شهيد سقطوا، والآن تقارير تتحدث عن أكثر من 20,000 جريح بينهم حوالي 6,000 إلى يعني 5,000 جريح ربما صاروا من المعوقين، و 5 إلى 6,000 معتقل ومغيبين في هذا الجانب. وإما أن تذهب إلى قواها الناعمة بالتضليل، بالحديث عن قرارات ستصدر، تعديل بالقوانين، محاولة تضليل. والنقطة الأخرى وجزء هي من القوى الناعمة تستخدم قوى يسموهم المندسين، أن يدخلوا بالتظاهرات ويحرفوا التظاهرات ويجيروا التظاهرات، هذه اللي يسموهم يركبون الموجة ويجيروا التظاهرات لصالحهم ويدعوا أنهم يملكون تحكم بهذه التظاهرات. يوم أمس صدر بيان عن القوى التي تتظاهر، القوى التي لها حق أن تقول كلمتها، وتحدثوا عن التيار الصدري، سائرون هؤلاء الذين ذهبوا إلى ساحة التحرير ورفعوا صور مقتدى الصدر، وكان الكلام كثير، وحتى مقتدى الصدر حاول أن يضلل بطريقة أو بأخرى أنه هذه التظاهرات مملوكة لا يوحي للآخرين، وهذه القوى الناعمة لن تفعل، يعني لن تستطيع أن تفعل شيئاً الآن، ربما فعلت شيئاً في السابق لكنها وصلت إلى الحد. لاحظ أنه حتى أتباع التيار الصدري عندما وصل بهم مقتدى قادهم قبل عام أو عامين، قادهم وعبروا قبل عامين وعبروا جسر الجمهورية وذهبوا إلى المنطقة الخضراء وبنى خيمة وخضراء وقعد والناس دخلوا، وبعدين أخرجهم إلى ساحة الاحتفالات وقال لهم اذهبوا إلى بيوتكم. في هذه اللحظة حصل انقسام داخل هذه الجماهير. ما هو المطلوب منا؟ البلد في فساد، في خراب، في دمار، في ضياع، في عطالة، في بطالة، في أمراض، في تدني، في هويات، في ناس تتحكم ماذا يراد منا؟ صار انفصال كبير في عقل المواطن، في رؤيته، ما الذي يجري؟ طيب الآن هذا التيار الذي يتحدث أنه يمتلك المظاهرات لا يمكن أن تخلي رجل هنا ورجل هنا، لا يمكن أن تتحدث أنت ضد الحكومة وضد العملية السياسية وأنت جزء من العملية السياسية 16 سنة. أنت لديك 56 نائب بالبرلمان، لديك 6 وزراء، إذا كنت ضد هذا الفساد والخراب أنت جزء من هذا الفساد والخراب. إذا كانت لديك مطالب فاحمل هذه المطالب وسلمها لذول النواب مالتك ونوابك اللي يحكون بالبرلمان، وإذا ما يقدرون يسوون شيء يطلعون البرلمان، يطلعون يضمون للشعب ويقفون ضد العملية السياسية المخربة للبلد. وهذول الوزراء إذا كان الفساد والخراب قائم فلا يمكن إصلاحه. أنتوا يعني لا يمكن أن تحدثني عن وزارة للتربية جيدة ومتمكنة في ظل فساد عام، لا يمكن أن تحدثني عن وزارة مالية جيدة ونقية وشريفة ونزيهة في ظل فساد في كل البلد، لا يمكن أن تحدثني عن هذا الموضوع منتهي من عنده، النظام كله، السيستم كله فاسد، فلا يمكن أن تحدثني عن وزارة، عن مؤسسة مو خربة مو مفاسدة ما تأخذ رشاوي، لا يمكن أن تحدثني. وإذا كان هناك رؤية واضحة في أن هذه الحكومة والحكومات التي جاءت من الاحتلال لحد الآن فاسدة وخربت البلد وهي حقيقتها وأشعة الطائفية وأشعة الخراب وضيعت هوية العراق، ليش أنتم بها؟ ليش أنتم جزء من عدها؟ لماذا أنتم جزء من عدها؟ لإصلاحها لا يمكن إصلاحها، وأنتم تعرفون إصلاحها ما يمكن، وسبق وأن طلعتوا الملايين وقلت تقنقراط وغير تقنقراط، وبالتالي انتخابات شعب مشارك بها 82% وانتخبت هاي الحكومة وأنتم جزء من عدها. طيب ليش الآن تتظاهرون مع الشعب؟ وبالبداية أنتم رفضتوا هذه التظاهرات وطلع
مقتدى الصدر قال احنا هذه المظاهرات براء منها، احنا ما لنا علاقه بهذه التظاهرات. وسقطوا الناس، سقطوا هالشباب الحلوه، اكثر من 600 شاب سقطوا لحد الان. الان تريدون ركب الموجه بهذه الطريقه وتقولون ان فقالوا لهم بادب شديد وبرؤيه واضحه، اذا كنتم تريدون ان تتظاهروا الساحات موجوده كثيره، واذهبوا تظاهروا وارفعوا ما تريدون من شعارات، وانت واضح اذا عندكم مطالب روحوا سلموها لنوابكم، خلي نوابكم. وانتوا ليش بالحكومه اذا انتوا رافضين هذه القضيه؟ وليش انتوا بالعمليه السياسيه اذا رافضين؟ احنا رافضين العمليه السياسيه، احنا ما عندنا حد، احنا عندنا مواجهه مع هذه الحكومه والعمليه السياسيه، لو احنا لو هم، انتوا ويانا لو ضدنا. اذا انتوا ويانا ذبوا هاي الشعارات وذبوا هاي القضيه، وعدكم علم العراق وعدكم العراق اسم العراق، وكنا عراقيين، وخلي نروح نحقق ما نريده. واذا انتم مو ويانا تريدون غير شكل، فهاي قضيتكم الاخرى، روحوا غير مكان. هاي حقيقه، هذا المنطق. فلذلك لا تستطيع ان تركبه. فالمدسوسين، محاوله الدس، محاوله، لكن هذا ايضا انا اقول لكل المتظاهرين يعني، وهم كانوا غايه في العقل، غايه في الرؤيه، غايه في الاستقرار الذهني والنفسي، انهم لم ينجروا الى مواجهات جانبيه. لديهم مواجهه مع هذه العمليه السياسيه ومع رموزها كلها ومع احزابها وقواها التي خربت العراق. يريدون يجروهم الى صراعات اخرى داخليه، صراعات جانبيه لكي يفقدوهم قوتهم. من جروا لهذه القضيه؟ وان شاء الله ما ينجرون لها، وان شاء الله تبقى هاي كتلتهم متماسكه بهذه الطريقه. وانا اعتقد انهم يعني بقدره عقليه ورؤيه غير الرؤيه اللي يشوفها فالح الفياض، اللي يقول ذولا كش ما يفتهمون، ذولا يفتهمون اللي قدروا يحافظون امام كل قواكم الشريره خلال 50 يوم على تماسكهم بهذه الطريقه. ذولا قوى عقليه عاليه جدا جدا، واقوى من قواكم العقليه، ولا يمكن مقارنتها بكم. فاتمنى ان تبقى هذه، يبقون محافظين على هدوءهم، محافظين على صلابتهم وتماسكهم ورؤيتهم السديدة وعقلهم الرشيد واستقرارهم النفسي لكي يصلوا إلى أهدافهم بأقل التضحيات. يعني لا نريد تضحيات كبيرة، هذه الدماء عزيزة على العراقيين، ومن ما يسقط من العراق هو عزيز على العراقيين، لكن على الآخرين أن ينظروا إلى هذا بعين الحكمة، بعين العراقية، بعين المصلحة العامة للعراقيين، ويقدروا ما يقولون هؤلاء اللي يتظاهرون، اللي قالوه هو عين الحكمة أو عين الصواب وعين الحقيقة، وهو ما يريده العراق. وأدعو كل العراقيين، كل الناس في العراق، النقابات، المؤسسات كلها، كل الدنيا، أن تقف مع التظاهرات. الآن يعني حانت ساعات المواجهة، قفوا مع الشعب هذا، قفوا مع شبابكم، مع أولادكم، مع بناتكم، لأن ينتهي. لأنه كل ما كبرت الموجة كلما قلت التضحيات، كلما قلت القدرة على استهدافهم، قلت القدرة على تقليل الدماء، كلما تركتوهم لوحدهم زادت فرص استهدافهم وزيادة الدم. تريدون تقللون الدم؟ اطلعوا وياهم. لا تقول لابنك ارجع، لأن ما راح يرجع. لا تقول له أنا أيدك وانت قاعد بالبيت. اطلعوا وياه، أوقف وياه، اثبت وياه. كلكم ثبتوا وياهم ستنهون كل شيء بسرعة وبأقل التضحيات، والغد هو لكم. وهذا الذهاب إلى المجهول، ما أعرف وين، هذا يسقطون النظام، هذه كذبة لا أحد يصدقها ولا هم يحزنون. العراق احتلوا عام 2003 الأمريكان، ولم يكن فيه ظل لمدة سنتين لا نظام ولا حكومة ولا أحد، والعراق لم نسمع به لا جرائم ولا قتل ولا كل شيء، إلى أن دخلت الميليشيات ودخلت هذه الأحزاب بهذه الطريقة الفجة وأشاعوا الطائفي وبدأ قتل وبدأ بدت هذه العمليات. اسمح لي ننتقل الى السيد ذكرى عبد الصاحب. السيد ذكرى، يعني هناك محاولات من قبل من هو مشترك في العمليه السياسيه لركوب موجه هذه التظاهرات تحت عناوين مختلفه، كيف تعامل المتظاهرون مع ذلك؟ المتظاهرون اراهم اليوم في ساحه التحرير، يعني اعتبر ساحه التحرير هي بيت المحبه والتعاون بالنسبه للعراقيين. فالكل متكاتف، والكل لا يسمح لأي غريب أن يدخل في صفوفهم حتى يفرقهم أو يحاول ينال من عندهم. فحقيقة بعد أن حصلت بعض الخروقات، مثلا كأن يضربون قنبلة صوت صوتية يفجروها داخل الشارع ما بين تحت الطيران وتحت التحرير،
مباشرة بدأت الشباب يعني يشكلون فرق تفتيش وفرق إنقاذ للمنطقة، وبنفس الوقت تمشيط، وما كانوا يخلون أي عجلة أو مطار يعني أن يدخل داخل المنطقة، وبدون يفرغوه ويتساءلون عن الموجودين، وبدأوا يكشفون الغرباء، يعني بدأوا يعرفون، يعني هم بما أنهم متكاتفين بيناتهم، أحدهم يعرف الثاني، وأنا قلت ما في وجوههم أنه السيئين اللي يدخلون بيناتهم واضحين أنه ذولاك هم عندهم شيء، فبدأوا يشخصون من بيناتهم هؤلاء النشاز ويمسكوهم يطلعوهم خارج الساحة. وفي حالة تكرار الكرة مرة الأخرى من قبل هؤلاء المندسين، يحاولون أن يأخذون إجراء بهم أنه يضربوهم يطبهم برا أو يسوي لفد إجراء ما من طول الأمس. اللجنة المنظمة للثورة يعني طالبت بعدم صبغ الثورة ورفع صور لمقتدى الصدر داخل ساحات الاعتصام، يعني هذه المحاولات لصبغ الثورة كيف تعامل معها المتظاهرون وكيف يتعامل معها الآن؟ هذه محاولات بائسة، محاولات استفزازية تقريبا، انه يحاولون ان يعني شلون يقللون من عزيمة المتظاهرين، يقللون من تكاتف المتظاهرين على اعتبار انه المجتمع متشظب، هناك احزاب. بالعكس هذه ما اثرت على شبابنا، وعرفوا ان يكشفون، انطوهم المجال اول مرة، قالوا نعطيهم على قد عقلهم، لانه هذول بما انه يرفعون صور هذا الشخص اللي هو يعني معروف باللا إنسانية، معروف باللا ثقافة، معروف بالعنف والدفع من قبل جهات أخرى، فننطيهم على مقدار عقلهم أنه يدخلون يشيلون الصور. طبيعي دخلوا وشالوا الصور، الشباب ظلوا ساكتين، لما شافوهم تمادوا بالموضوع طلعوهم برا، بحيث أنه أمس أو أول أمس نزل بيان من قبل الشباب اللي مسمين نفسهم اللجنة المنظمة، انه اي شخص غريب ما يدخل للساحة اذا كان هو عنده اجندة تنادي لجهة معينة او لحزب معين، ممنوع رفع الصور، ممنوع يعني تفتشون حتى هوياته، اذا كان هو تابع الى اجندة معينة ما يدخل للساحة. طيب ماذا عن يعني على سلامة الساحة؟ نعم سيد ذكرى، هناك انباء عن انتشار القوات الحكومية قرب المدارس يمنعون طلاب المدارس من الخروج من مدارسهم والتظاهر و الذهاب إلى ساحات التظاهرات، يعني ماذا عن ذلك؟ نعم هناك ليس كل المدارس، لكن هناك بعض المناطق بالأخص المحافظات أكثر من بغداد، أنا في بغداد تقريبا ما شفت، يعني ما أقدر أجزم أنه شفت أو ما شفت، لأنه المناطق القريبة عليه ما بها هيك شيء، ما رحت تعنيت الغير مناطق حتى شفت، لكن المحافظات وارد موجود بها، يعني حتى من خلال التواصل أيضا طلعت وكانوا يضربون حتى الطلبة. انه يمنعوهم، طبعا هذه الورقه الخسرانه اللي تطلعها الحكومه حتى تحاول انه تكسب وقت او تحاول انه تمنع المتظاهرين من ان يتكاتفون او يطلعون او يكونون قوه اقوى من ما يعني شلون نقول قوه قويه، بحيث تكون اكبر عدد، يعني يقللون من العدد الكبير او الزخم الكبير، يحاولون يستنزفون هذه القوه بهذه الطرق، يمنعون الطلبة من الاشتراك، ويمنعون بعض الموظفين أيضا من الاشتراك. سمعنا بعض الوزارات، سمعنا أنه بعض الوزارات تمنع الموظفين أيضا من التظاهر، ويقتلوهم يجمعوهم على اعتبار أنه راح نوديكم لساحة التظاهر، ويحبسوهم ويعاقبوهم على هالشيء هذا. هذه طرق ملتوية، وتريد الحكومة أن تركب الموجة وتريد أن تفشل التظاهرات، لكن هذه خطط واهية، وبالتأكيد هم خاسرون، لا يمكن من خلال هذه أن يلوون ذراع العراقيين أو يكسرون العصا من وسطه. طيب دكتور أخيرا، يعني إلقاء المسؤولية على عاتق أطراف تسمى بالمجهولة من قبل الحكومة، وكذلك شخصيات حتى تحمل جنسيات غير عراقية ولديها تقارير بأنها يعني تعاني من مشاكل في الذاكرة وما إلى ذلك، نجاح الشمري طبعا، هذه المسؤولية هل تزال على عاتق نجاح الشمري عندما يتحدث عن أن هناك طرفا ثالثا يقوم بقتل المتظاهرين ولم يسمه؟ طبعا لا يوجد لا طرف ثالث ولا هم يحزنون، هذه يعني الفرية هاي كلهم أطراف متحدة، كلها أطراف
تابعة للحكومة بميليشيات، وكلها الأحزاب عندها ميليشيات. شنو طرف ثالث؟ وهي الميليشيات، هي من أسست الحكومة، وهي من أسست البرلمان، وهي قوى تدعم البرلمان وتدعم الحكومة. هذه القضية غريبة عجيبة، وهي نفسها تقاتل وتدافع عن العملية السياسية بهذه الطريقة، والحكومة كلها مملوكة لإيران وبأوامر إيران، وهي لم تشكل إلا برضا إيران. هذه يعني القضية أنا اللي همنا في هذه القضية وتحدثت عنها الذكرى وسألت عن المدارس يعني أقول للمتظاهرين أنه يعني اطمئنوا، قريبا جدا جدا وأقرب ما تتوقعون ستنضم إليكم الكرخ، ستنضم إليكم كل المحافظات في الغربية وكل الأحزاب والقوى، يعني القوى المسيطرة في الرمادي، في صلاح الدين، في غير 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 مناطق. هذه القوى عليها عفوا عليها أن تفكر جيدا وتعيد التفكير مرة وألف مرة، إنه يعني هذا الموجة العالية قادمة، وهؤلاء سيخرجون رغم كل العذاب، رغم دمروا مدنهم، رغم التهجير، رغم القتل، رغم الاعتقالات، رغم كل ما حصل لكل هذه المناطق، لكنها ستنضم إلى العراق لأنه عراقية، وبالتالي كل هذه المناطق ستنضم إلى هذه التظاهرات، وهي مساندة قلبا وقالبا لهذه التظاهرات، وقريبا جدا ستنضم إليها، وكل الساحات ستملأ بالمتظاهرين. هذا الشعب خرج بثورته ولا يمكن أن يتراجع. هؤلاء يعني تسكن عقولهم الأوهام، تسكن عقولهم الرؤية الاستبدادية، ويقرأوا التاريخ جيدا، ويقرأوا حكومات كثيرة، يقرأوا تاريخ حكومات قريبة وكثيرة في منطقتنا العربية وبالعالم، سيجدون أنها سقطت وكانت أقوى منهم وكانت مدعومة أكثر منهم، وبالتالي ستسقط، سيسقط كل هاي عمليتهم، وكل الشعب سينضم إليهم. أطمئنهم أنه ما يدعون إليه، هم يعرفون ما يعوق هؤلاء الذين يدعونهم إلى الانضمام إليهم ولم ينضموا لحد الآن، هي قوى كبيرة تجبرهم بالقوة القسرية على أن لا يخرجوا، وسيخرجوا قريبا جدا، سيخرجوا على هذه القوى المتحكمة في هذه، أن تعرف أن الله حق، وأن الوطن له حساباته، وأن التضحية لها عيون، الدماء هذه لها حساباتها، ستأتي الساعة اللي تم ينفجر بها هذا البركان، وسينفجر ويخرجون إلى الشوارع، ولا يستطيع أحد أن يلمهم، وبالتالي لن يلوموا إلا أنفسهم. هذه القوى التي تتحكم بهذه، عليها أن تعيد التفكير مرة أخرى، اللي بالبلدية، اللي ما أعرف وين، اللي بالتربية، اللي يراجعوا نفسهم مرة أخرى، وينزلوا من هذا التل اللي صعدوه، ويعتقدون أنهم سيبقون بمنأى عن هذا الفيضان. هذا الفيضان جارفهم، وهذا فيضان الشعب جارفهم 100%، والثورة منتصرة إن شاء الله. ومهما حاولوا قمع هذه الثورة، فإنها قد حققت لحد الآن أهداف كبيرة جدا جدا، وعادت إلى العراق الحياة، عادت إلى عروق الحياة الدم. فلا يمكن، لا يمكن الآن أن يعني عراق ما قبل 21 شكل، والآن شكل آخر، ولا يمكن أن يعيدون عقارب الساعة إلى الوراء. في ختام هذه التغطية أشكر ضيفي الكريمين الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي ضيفي في الاستوديو، والناشطة المدنية ذكرى عبد الصاحب، نشكرك شكرا جزيلا. في ختام هذه التغطية مشاهدينا الكرام، تقبلوا مني أطيب تحية، ونلقاكم في تغطيات لاحقة إن شاء الله. في أمان الله.